الناس أرواح أرواح أقعد أقعد وين يجي؟ عندي قوي بغيت نهضر معك وليدي وعندي حاجة بنقولها لك ما عارفش كيف نقولها لك مي ضربك راك كبرت وبالك تفهمني أو شكاين لا 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 ما تعمرش راسك حاجة تخص يماك وهذه مدة من اللي بغيت نقولها لك ما لهمكش ما صار لها ماتت لا لا ما تعمرش راسك خليني نهضر مش حاجة كرا نورمالمون هي بغيت نقول لك موك ماهيش موك موك ماشي هي الصح فهمتك ما جايه من الفيتور كما راسيري دارك باينه قولي باينه باينه لا لا ماشي دارك شك تخلط خليني نهضر صاي اسمح لي اسمح لي ما قلت والو هاك عارف راني شويه مقلق موك سيتون ترانجندر فوالا نوني ساليتاسيون لي غراندور جيسبر راكم لاح واليوم راح نهضروا على راسيري دارك تاع نتفليكس من انجاز او اخراج تاع لي زالمون هذه السيري خرجت لا بروميير سيزون تاعها في 2017 وكملت لا دانيير سيزون في لو 27 جوان 2020 هذا لو 27 جوان اون سيري اللي فيها 26 ايبيزود كل ايبيزود فيه ما بين 40 دقيقه وساعه دونك ما نطولش عليكم ونبداو كي العاده في ستوري لاين ستوري لاين تاع دارك تصرا في الالمان في واحد الفيلاج سموه ويندن في هذا لو فيلاج راهم يصراو واحد الصوالح بيزار كيما اختطاف تاع دراري زوج من دراري اختطفوا وما صابوهمش الحاجه الوحيده اللي عرفوها انهم اختطفوا من جيت واحد الكهف هذا الكهف واحد ما عارفش كان فيه الداخل برك يدي للمصنع تاع النووي لكن المشكله سيكو 33 سنه في الباست صراو نفس الصوالح واحد ما عرف شكون اللي قتل هذوك زوج دراري تاع 1986 سيكو في 1986 صراو نفس الشيء كيما في 2019 نفس الشيء واحد مش عارف شصرا البيرسوناج برينسيبال اللي سموه جوناس هو اللي راهو رايح يونكيتي ويتحوس يعرف الحقيقه اللي كاينه داخل هذا الكهف كي يروح للكهف راهو راح يدخل في ثغره زمنيه ويطيح في 1986 وي راح يدير فواياج للباست كي يروح للفواياج باست راهو رايح يشوف السكان تاع فيندن اللي يعرفهم مي صغار رايح يعرف بلي كاين قوي اسرار داخل هذه المدينه ومنهم السكان اللي راهم كل واحد فيهم دس سر مخبيه بواحد ما يعرفو فماك جوناس راهو رايح يدير لونك تاعو ورانا رايحين نعرفو قاوي صوالح على هذه فيندن على المصنع تاع النووي وعلى هذه الثغره الزمنيه كيفها انصنعت في كل سيزون رانا رايحين نتقدموا من الحقيقه ونتقدموا من النهايه لان النهايه هي البدايه في الدارك كي راكم رايحين تكملوا هذه لا سيزون سيزون 3 راكم رايحين تفهموا قاوي صوالح وكيف صارت هذه الثغرة كاع العلاقة اللي تجمع هذو الأشخاص اللي عايشين في فيندن باسكو كل السكان اللي عايشين في هذيك المدينة عندهم باسي غامض وما همش باغين الناس يعرفوه على ذيك في فيندن راكم رايحين تعرفوا قاوي صوالح وراح شوية تخبل لكم مع مرور الحلقات دوك نروحو نهضرو شوية على الانسبيراسيون تاع دارك وين جابوا الانسبيراسيون به كتبوا ستوري لاين اول انسبيراسيون اللي جابوها هي من عند ستيفن كينغ لو ماتر دو لورور دارك يشبه تقريبا للروايات تاع ستيفن كينغ كما قلت لكم في لا فيديو الماضيه سيليكسيون دو موان جوان دارك تقتبس كثيرا من لي ليفر تاع ستيفن كينغ سورتو في هذاك الشيما تاع فيل صغيره ويصرو فيها صوالح بيزار والسكان هما السبب هذه الشيما نفسه كيما تاع ستيفن كينغ ودارك يستعملو ويستعملو تري تري بيان حاجة أخرى تشبه لستيفن كينغ جروب تاع لي جون هما راهم في الوسط الحكاية مشي ناس كبار مشي رجال كبار مي دراري صغار عندهم 16 سنة 17 سنة هما اللي راح يلعبوا دور كبير باه يحلوا هذه المشكلة اللي راه تعاني منها فيندن والسكان تاعها لا سيري دارك تقتبس كذلك من عند لي ليفر تاع سيونس فيكسيون ومنهم لا ماشينا رومونتي لو طون تاع اش جي ويلز اللي هي من اوائل اللي هضرت على التايم ترافل ودارك عاود استعملوا واحد المفاهيم واحد لي كونسيبت اللي هضر عليهم اجي ويلز وكذلك اقتبسوا من الفلسفه نشوفوا شحال من خطره يديروا دي سيتاسيون تاع فريدريك نيتشي تاع شوبنهاور اي بوكو دو فيلوزوف المون كيما يهضروا على لي تيوري تاع لا فيزيك كونتيك منهم تاع لو شادو شرودينغر اللي خدموا عليه تقريبا كاع لا سيزون 3 دونك هذه هي الانسبيراسيون اللي استعملوها باه داروا لا سيري دارك من الجهة الأولى ستيفن كينغ اش جي ويلز في الروايات في لا فيلوزوفيا عندنا شوبنهاور عندنا نيتشي اي في لا فيزيك لا سيونس باسكو سيت اون سيري تاع سيونس
تقتبسوا من لا فيزيك كونتيك، كثرتها من لا فيزيك كونتيك. دوك نخرجوا شويه من ستوري لاين ونروحوا في الكوتي اكتينغ. في الاكتينغ رانا رايحين نشوفوا دي زاكتور 100% المان. راكم تعرفوا لي زالمون يبغوا الماد ان بلادي ويبغوا يخدموا صوالح لوكال تاعهم. كاع لي زاكتور اللي راكم رايحين تشوفوهم في لا سيري دارك جايين من الالمان وخارجين من المدرسه تاع الالمان. كاع جابوهم بيكون كاين ناتورال، كي تشوف اون سيري الموند خاص يكون فيها دي بيرسوناج المون ماشي بيرسوناج امريكا. دونك على ديك جابوهم وفريمون كاين واحد لي بيرسوناج واحد لي زاكتور فريمون خلعوني. بوك تش نقرا لي زاكتور المون راح يكون عندهم هذاك النيفو تاع الاكتينغ، منهم اللي لعب اوليش واللي لعبت كاتارينا اي سورتو نوا. هذو ثلاثه اللي عندي هما البيست تاع البيست في لا سيري، عرفوا طلعوا النيفو واقتربوا تقريبا من النيفو تاع لي زاكتور امريكان اللي نعرفهم بلي سي دي غران زاكتور. دوك نروحوا للبارتي الرابعه واللي هي لا رياليزاسيون، باسكو لا رياليزاسيون تاع دارك راهي عندها امبورطونس كبيره وسورتو هي اللي خلاتها تكون عندها سكسي كبير في العالم تاع التي في شو. من ناحيه لا رياليزاسيون اول حاجه اللي راح تلتف انتباه تاعك هي لو فيتر اللي يستعملوه في لا سيري. هذاك لو فيتر يحسك بالداركنس اللي كاينه في هذاك الفيلاج في ديك القريه، يحسك بالاتموسفير تاع الغمه وكشغل كاين ميستير في ديك البلاد. هذه ان بوين تري بوزيتيف لا سيري. هذاك لو فيتر كاع من بعد موراها بداو يستعملوه في لي فيديو، بداو يستعملوه في التصاوير. هذاك لو فيتر فيزيوال متعه للمتفرج. من ناحيه رياليزاسيون ستادير فيلمينغ كذلك طلعوا نيفو، سورتو كي تشوفهم يلعبوا بالساوند افكت كيف يخدموا بالموسيقى مع المونتاج. كل موسيقى عندها دور كبير في الفيلمينغ وعندها دور كبير في ليماج، شغل تعاون ليماج بتعطيه الريتم تاع هذيك لا سيري، وهذه قليل مشتها عند لي رياليزاتور تاع تي في شو. جينيرالمون يعطوا اهميه قليله للاو اس تي، على ذيك دارك عرفت تخدم بالاو اس تي وخلطتها مع فيلمينغ. واخر حاجه هما لي بلون، لي بلون اللي راح تشوف هاد لي بلون متعه، سورتو كي تشوف وين دار من الفوق ولا كيف يلعبوا بلي كولور، فريمون تحسب راك تتفرج في رياليزاسيون امريكان ولا ازياتيك. هذه الحاجه اللي خلاتني نبغي لا سيري دارك، سورتو في كوتي رياليزاسيون كيف يخدموا بالكاميرا لو ريتم اللي يعطوه بالاو اس تي. مي كاين ان بوين نيجاتيف اللي ما عجبنيش، سي كو في لا سيزون 3 حسيت كاين نقص في الابداع من عند المخرجين، ما حسيتش باللي ايفولويو، سورتو كي تشوف باللي السيزون الاولى والزوجه خدموها بواحد لا بيرفيكسيون وكان كاين واحد التحسن واحد التقدم ملحوظ في لا سيزون 2 وما شتهاش في لا سيزون 3. في لا سيزون 3 ما شتش باللي جابوا جديد ولا بدعوا في الفيلم ميكينغ، هذه اللي كانت شويه خاصه وما في ستوري لاين كانت شويه ناقصه، ودوك نهضروا عليها في ريفيو تاعي وراح تكون 50% مليحه و 50% مش مليحه. فوالا لحقنا للريفيو فينال ودوك نهضر لكم على لا سيري دارك. هذه لا سيري الفو تتفرجوها باسكو سي انكونتورابل، سي بور موا اون دي ميور سيري اللي خرجت في نتفليكس، كوسوسوا في كوتي تاع رياليزاسيون ولا في كوتي تاع ستوري لاين، تبقى لا سيري دارك متعه و اون دي ميور سيري في ليستوار تاع تي في جو. مي كاين توجور مي، المشكله ان في السيزون 3 ما بدعوش، وكانت السيزون 3 اللي قرعنا لها بتخلعنا، انا واحد من الناس ما خلعتنيش في الفاينل. كي شغل شد بلي في الفاينل داو المخرجين داو الطريق السهل باه يبلعوا لا سيري دارك، كي شغل كيما كاتب كي ما يعرفش كيفاه يكمل الكتاب تاعو يقتل كاع لي بيرسوناج ويدير نقطه انتهى الكتاب. هذه هي المشكل اللي ما عجبنيش في لا سيري دارك، بس كنت نقارع راح يزيدوا يخلعونا وراح يطردوا المخ تاعنا بكاش كليف هينجر. مي ايلاس ما داروهاش. بون لا فان تبقى مليحه نوعا ما باسكو ريبونداو على واحد لي كيستيون، بون بقى واحد لي كيستيون ما همش واضحين ومنهم دو كونتراديكسيون، شد باللي كاين دو كونتراديكسيون نخليهم لكم في لي كومونتير وسي وتجاوبوني بيتيتر ما فهمتش مليح وقولوا لي شاو الراي تاعكم حولهم، خليوكم في لي كومونتير. مي شد باللي كي كملوا لا سيري واجبوا تقريبا على كاع لي كيستيون، مالغري كما قلت لكم داو الطريق السهله باه كملوا لا سيري تاعهم، باسكو والفونا بالكومبلكس وبالروبونديسمون وكليف هينجر حتى مع التالي هذيك النهايه وكيفاه بلعوا هذيك اللوب اللي كاينه تاع تايم ما عجبتنيش حقيقة، ما عجبنيش. بون مش معناتها بلي لا سيري ماشي مليحة ولا سيزون 3 ماشي مليحة، مي كون نكومبارو لا سيزون 3 على لي دو سيزون اللي فاتو تبقى لا سيزون 3 شوية ناقصة نوعا ما.
وفاينل شويه ناقص. انا شفت لا كريتي قبل ما تخرج لا سيري قبل 27 جوان، قالوا بلي راح يكون افضل اندينغ في التاريخ تاع تي في شو. بون ما كاش منها، سي اون فان نورمال بور موا، ما تخلعش قهوي وما تشوكيكش، بون تتقبلها وتكمل لا سيري تاعك سي بون. هذا هو المشكل اللي ما قنعنيش بور لا فان تاع لا سيري دارك. دونك فوالا، اذا مازال تتفرجوا لا سيري دارك روحوا تفرجوها، راكم رايحين تستمتعوا و فوزالي بخونتر اون كلاك في الفيزيويل، في ستوري تيلينغ، ستوري لاين، سورتو لو تبغوا الروايه تاع ستيفن كينغ وصوالح سيونتيفيك روحوا تفرجوا دارك. مي راكم نوعا ما راح تكونوا ديسو من الفاينل، مي كاع داك الشيء يبقى مقبول. دونك لا سيري دارك هي من احسن انتاج تاع نتفليكس، هذه ما كاش فيها نقاش، ماهيش معمره بالكليشي وستيريوتيب تاع ال جي بي تي ودوك الصوالح فيها، بصح مش غامين لا سيري و في لا رياليزاسيون متعه وراحكم رايحين تستمتعوا. دونك فوالا لي غلوندور، لحقنا لا فان تاع لا سيري. ما تنساوش تعطوني رايكم في لي كومونتير وتجاوبوني على هذوك لي دو كيستيون، لي دو كونتراديكسيون اللي نشوفهم ما فهمتهمش، وبارطاجوا لا فيديو اذا عجبتكم. دونك بارطاجوا لا فيديو، بروني سوان دو فو، اي سور سو، كو لا باسيونس سوات افيك فو.